لا أجر نبغي لا وساما لا صدى هي خطوة هي خبرة ورفاق صارت تطوى واية ووسيلة ولأجله عزم لنا دفاق. محمد فهيم بيحييكم في ليكشر 3 من سيمنز بي ال سي ستيب 7. النهارده ان شاء الله هيبقى ورك شوب على باينري اوبريشن. احب اطمن على ان الكل سامعني ان شاء الله. من فضلك اذا كنت سامعني دخل واحد. اهلا بيك يا باشمهندس هيثم، الصوت تمام يعني؟ اهلا بيك باشمهندس هيثم. انا منتظر بس شويه، 5 بس اللي حاضرين، منتظر وحامل سكرين شيرنج، فمش هعرف اشوف الردود بتاعتكم، فارجوكم استحملوني شوية وهرجع من كل وقت للتاني. انتظر شوية، حاضر، هرجع من كل وقت شوية اشوف كده ردودكم، لان النهاردة عملي اكتر من ما هو نظري. على مدى اليومين اللي فاتوا اخدنا اوامر كتير نظري، حبيت النهارده اديكوا شوية اكزامبلز عملي. حد الاول اللي هو اي سؤال، ان شاء الله بالفعل انا هرجع كل شوية للسكرين، زائد ان ببلغكم ان انا داخل معاكم النهارده كستودنت عشان ابقى شايف في الشاشة قدامي لو في اي لاج او حاجة، عشان ما تعبش الباشمهندس هيثم كتير. النهارده ان شاء الله يا باشمهندس هيثم هنشوف الفليب فلوب وهنفهم كل حاجة عملي. شكرا ليك. النهارده ورك شوب على باينري اوبريشن، ده الويب سايت والايميل والموبايل لو في ادنى شيء يا باشمهندس هيثم. ارجو بس ان اكون معاكم على طول لو في اي مشكله. نبتدي ان شاء الله ولا لسه؟ العدد بيزيد اهو، 8 معانا ان شاء الله. طب اتكلم على الفليب فلوب، يمكن الناس تكون دخلت كده. الفليب فلوب اللي هو الاس والار، افتكر ست والريست. ست بتخلي البتايه ب1، ريست بتخلي البت ب0. نفهم اكتر في اثناء التايم شيرنج. انا هبتدي اعمل تايم شيرنج يا باشمهندس هيثم. اوكي، سكرين شيرنج انا عملت بالفعل وشايف ان لسه انتوا مش شايفين، فانا منتظر شويه اهو بدا اهو. زي ما انتوا شايفين قدامكم دلوقتي السيميوليتور في اليمين والبرنامج بتاع البي ال سي في الشمال. احنا مبرمجين بلغه لادر، ومتخيل كما لو كان في بي ال سي واصل. هنشوف مع بعض اول دايره اللي هي مكتوبه في نتورك 1. انا عامل دايره اللي هي ابسط دايره عندنا في الكهرباء، اللي هي ممكن تكون تشغيل موتور. الاي 00 بيمثل الستارت، والاي 01 بيمثل الستوب، والكيو 00 بيمثل خرج. تعالوا نتفرج مع بعض على اني لو دوست في اليمين اي 001، شايفين اي 00 لما بقت اون عمليتي خرجت كيو 00. لو دوست على اي 00 اوف هتفضل كيو 00 اون من اللاتش اللي تحت اي 00. شايفين الكونتاكت كيو 00، وشايفين برضو مشرح السهم في الشاشة اليمين عينك تبقى معايا على الكيو 00 اهو. انا مشاور عليه منور. ادي نتورك 1. هل نتورك 1 مفهومة؟ هيكزت من السكرين شيرنج واخد فيدباك على الدايره الاولانيه. حد فاهم الدايره الاولانيه؟ اللي فاهم الدايره الاولانيه اديني واحد. ودي ابسط دوائر البي ال سي.
تمام باشمهندس، تمام باشمهندس انصار. اخش معاكو تاني سكرين شيرنج وهاخد دواير اكتر. طيب اعمل سكرين شيرنج. اتكلمنا عن الدايره الاولانيه، انا عارف ان لسه بيبقى في تايم ديلي. هنشوف الدايره الثانيه ان شاء الله، واولى دواير الدايره الثانيه دايره اند، ان اعمل مفتاحين اندد مع بعض. كله معايا على نتورك 2 ويتفرج. اي 00 لو نورت في نتورك 2 مش هيتخرج خلق الا لما اي 01 كمان يخرج. دي بنسميها الاند جيت. الاند مفتاحين سيريس، والخرج ما يخرجش الا لو الاتنين اون. لو بصيت معايا في نتورك 3 دي دايرة اور. الاور يكفي ان واحد بس يشتغل عشان يشغل الخرب. متخيلين دايرة اور لو هما مفتاحين على التوازي؟ عفوا اني بقعد بشرح ببطء كده، براعي وجود اي مهندس ما يكونش كهربا. فهمنا دايرة الاور. نتورك 4 احب انا اعملها الصراحة وما اتكلمتش فيها الايام اللي فاتت، عشان ديت لازم تتشاف عملي. نتورك 4 يا اخوانا بيسموها دايرة الاند بيفور اور، يعني مفتاحين توالي قبل ما يخشوا توازي. بيسموها عشان لو قابلتوها في مرجع كمصطلح اند بيفور اور. تعال نشوف الاند بيفور اور. انا هضغط على اي 00 مش هيشتغل الا اي 01 ما تشتغل معاه، او اي 02 يشتغل واي 03 يشتغل، فكيو 03 تخرج. قلنا الدايرة دي اسمها ايه؟ اند بيفور اور. طبعا طالما قلنا اند بيفور اور نقول بالمرة في نتورك 5 اور بيفور اند. العكس اور يعني ايه؟ يعني هتشوف مفتاحين توازي قبل ما تعمل اند. ولذلك لو دوست على اي 00 هتلاقي يكفي ان البرانش ده يشتغل، ولو دوست على اي 02 الخارجة هيخرج، او اي 03 هعمل ستوب للسكرين شيرنج وارجع لكم اشوف الموضوع. اللي فاهم يا اخوانا يديني واحد. باشمهندس هيثم تمام كده؟ اللي مش واضح له اي حاجه، انا شرحت الاند وشرحت الاور وشرحت الاند بفور اور وشرحت الاور بفور اند. في اي مشكلة يا جماعة؟ حد طيب من السماني؟ طيب شكرا. واعمل دلوقتي سكرين شيرنج مرة تانية. واخرج لبرنامج البي ال سي. وانتظركم معايا نتفرج سوا على اوامر جديدة من البيت لوجيك، منهم الامر
في اوامر جديدة في نتورك 6، كله شايف العلامة بتاعت الكيو 05 ده يا اخوانا بنسميه ميد لاين اوتبوت، يعني خارج في وسط السطر. وبالتالي لو شفنا ان اي 00 اون هتلاقي كيو 05 اون اهي، ممكن تشوف على الاخضر وممكن تشوف مطرح السهم مناديس. وكمان اي 01 اوف، ففي ده امر اسمه نوت، طول ما اللي قبليه بزيرو هتلاقي كيو 06 1. وعشان اطفي كيو 06 لازم انور اي 01، فلو اي 01 اون هتلاقي دايرة نوت بتعمل انفرت للستيت وتخلي الستيت بتاع كيو 06 اوف. يبقى احنا فهمنا في نتورك 6 ديت، في نتورك 6 فهمنا امرين، فهمنا الميد لاين اوتبوت وفهمنا دايرة نوت كلوجيك. خدت دلوقتي 6 دوائر حلوين او بيعرفوني الفانكشنز، التلات دوائر الجايين دول مع بعض. عشان كده هخرج من السكرين شيرنج واشوف اي اسئلة من الاخوة الحضور. اخبار ايه يا باشمهندس هيثم؟ كسكرين شيرنج شايفين في ادنى مشكلة كصوت كمتابعة؟ الاخوة الحضور، طب اتمنى اللي عايز اي ايضاح يديني 2، ويقوم كاتب لي بعد 2 يديني الامر اللي هو عايزه في اللي فات. مفيش 2 خالص، وجزاك الله كل الخير يا اخي. الاخوة في ادنى مشكلة الاوامر تمام، حاضر هعمل سكرين شيرنج تاني. بعتذر ليكم لان ما ببقاش شايف الكومنتس بتاعتكم اثناء السكرين شيرنج. ده يا جماعة امر ظريف جدا في نتورك 7، يمكن اتكلمت عليه في عجالة المحاضرة اللي فاتت. انا بطيء شوية عشان اطمن انكم بقيتوا معايا في السكرين شيرنج اللي هو البوست بيج. يعني ايه بوست بيج؟ يعني انا محتاج ان مش هنفذ الامر زي الكنترول العادي طول ما انا دايس البوش بوتن، لا ده انا باخد البوست بيج اللي هو التحول من ستيت 0 لستيت 1 للبوش بوتن، اللحظة دي بس. ودي لحظة يا اخوانا بتاخد بالملي سكندز، البي ال سي بيكاتش اللحظة دي، ودي بنستغلها استغلال ظريف جدا. ما ينفعش في الكنترول العادي كمهندسين كهرباء انك تعمل الزرار هو ستارت وهو الستوب، ما ينفعش تعمل ديت مش من بوش بوتون عالي، مش من سيلكتور، من بوش بوتون عالي. ما ينفعش تستخدم البوش بوتون مره ستارت ومره ستوب. في البي ال سي بينفع بالامر اللي عليه السهم وانتوا شايفينه دلوقتي اللي هو البوست بيج. نشرح الموضوع دوت.
الاي 00 ده انبوت بيكاتش السيجنال بتاعت البوش بوتن اللي بدوس عليه بره. انا بشرح الدايرة قبل ما انفذها. هنا بقول له خد بوست بيج من اي 00 عشان ياخد بوست بيج بيبقى مسجل القديم في ماركر 00 والجديد دايما في ماركر 01. اول ما بيلاحظ التشينج من 0 ل 1 بيديني ماركر 01 اون لمدة ايه؟ لمدة مرة واحدة في البروجرام. واحنا عارفين البي ال سي بيشتغل نتورك نتورك، فبتمشي معايا ماركر 01 اون تيجي معايا في نتورك 8. اول ما يشوفها اون بعمل بيها ايه؟ لو كانت كيو 07 مطفية وهي فعلا مطفية بنورها، وان كانت منورة هطفيها. فكده بعملت تشغيل وايقاف ببوش بوتن واحد. في حاجة ظريفة جدا في الحتة دي اللي انا مشاور عليها بالمؤشر اللي هو ريست ماركر 01. البي ال سي يا اخوانا بيشتغل نتورك نتورك، فلو ماركر 01 بون وكيو 07 اوف زي ما هي دلوقتي هيشغلها، وعندما تشتغل الدايرة دي هتشتغل فيطفيها، فتفضل دايما مطفية. رخر انا عامل الدايرة ديت عشان بعد ما انور لمب كيو 07 اطفي الماركر 01. انا عارف انكم ممكن تكونوا تهتوا مني اللحظة. تعالوا نتفرج، بص معايا على المؤشر في الحتة اللي انا مشاور عليها ديت، هي دي كيو 07. تعال اتفرج عليا وانا بدوس هنا في اي 00، هشغلها مرة كيو 07 نورت، هشيل ايدي هتفضل منورة لانها واخدة امر ست في لف لوب يا باشمهندس هيثم. اديني فاكر وبدات اجاوب موضوعك. ادي الفليف لوب امر ست مشاور عليها اهو، واخده امر ست عشان تطفيها بنفس الزرار اي 00 هشغل تطفي، اشغل تاني تنور. بتشوفوا انها بتخضر، شايفين القوس ده لما يخضر معناه اون، لما الخضار يروح معناه اوف. تعالوا نتفرج، انا بعملها بالراحة عشان تشوفوها سكرين سيفنج سكرين شيرنج. اديني شغلت طفيت الاوتبوت، هشغل مرة تانية، اشتغل الاوتبوت معايا كيو 07، هشغل مرة تانية طفيت، يبقى بزرار واحد مرة بشغل والدوسة التانية بطفي. هضطر اخرج من السكرين شيرنج واخد اراكم، لان دل التلاتة نتورك اللي فاتوا دول يا جماعة اقوى ميزات البي ال سي عن الكنترول العادي. اتمنى تبقى وضحت للاخوة المحاضرين معايا. فعلا يا باشمهندس هيثم، هو البوش بوتون دوت بوش بوتون عادي، بتدوسه مره يعمل ستارت، المره التانية يعمل ستوب. ودي خطورة ان البي ال سي بيبتدي يقلل عدد البوش بوتون الحاجات الفيزيكال اللي بره. يكفى اقول لكم ان قدام شوية يعني على مستوى الكورس بتاعي دوت، انت عرفت اني ممكن اشغل وطفي موتور بزرار واحد. لو خدت الكورس اللي جاي ان شاء الله الادفانسد، انا اقولك بزرار واحد ممكن اولع وطفي 100 موتور او 1000 موتور، وده بدون مبالغة. ازاي؟ واحدة واحدة واحنا طالعين.
ارجوكم اللي فاهم النقطة دي يديني واحد، ولقيناها صعبة بتمنى الناس تديني اتنين، بتمنى الناس تديني اتنين لو صعبة، لانها فعلا صعبة. جست 40 مش فاهمها عيني، في غير جست 40؟ في حد من الجيستس مش فاهمه؟ طيب انا هضطر اخش مره تانية. جيست 46 عايز الاعادة مره تانية. طيب اقدر اسال جيست 40 وجيست 46 هما مش فاهمين ايه بالظبط؟ اللي مش مفهوم بالظبط في الدايرة؟ هل البوست فيج؟ لو بوست فيج اديني واحد. كيو 07 ده اوتبوت عيني، عايز تعرف ازاي بيعمل ست وازاي بيعمل ريست؟ انا بتكلم عن جيست 40. حاضر، هنعيد تاني يا اخوانا موضوع هاو تو ست اند ريست اوتبوت ويز وان امبو. هعمل سكرين شيرنج، خليكم معايا تاني الحته ديت. كله معايا في اي 00، اي 00 ده البوش بوتون اللي بدوسه في الشاشه الناحيه دي، ده السيميليتور كما لو كان قدامي بي ال سي. اي 00 لما يداس وينور اخضر البوست بيج ما بيشغلوش على طول، بيشغل اول سكان سايكل منه بس ويخرجها. خلي بالكم عمركم ما هتشوفوا ام 01 بتخضر، ليه؟ لان دي بتاخد مايكرو سكند. مايكرو سكند عمر الكمبيوتر ما هيوريني حاجة بالمايكرو سكند، ولكن اللي يخليك تصدق انها بتنور وبتشتغل ان القوس اللي عليه 6 وريست كيو 07 انه هينور معاك اخضر وهيطفي. لكن السكان سايكل السريعة في البي ال سي والسيميوليتور عمرك ما هتلاحظها بالكمبيوتر. نشوفها مرة تانية. انا هدوست على اي 00، خرجت ماركر 01 وكانت ديت مطفية مخدرة فمتعاملة ست، وجهزت دايرة كيو 07 انها تشتغل. انا شلت ايدي من على الزرار. خلي بالك ام 01 اللي جاية مش هتشغل ده لان ده اوف، وانما هتشغل السطر ده لان ده اللي جاهز فهيرست كيو 07. نتفرج. هدوس اي 00، اي 00 فعلا عملت ريست ودي طفت، وكمنها طفت النورمال كلوز بقى جاهز. وكمن النورمال كلوز جاهز هدوس مرة تانية هيست ويفتح دي ويخضر الدايرة ديت. نشوفها. هدوس وطفي اكتر من مرة عشان تشوف الستة والريست اللي بيشتغل في نتورك 8 ونتورك 9. ارجو جست 40 يكون معايا دلوقتي. هخرج من السكرين شيرنج. اتمنى ان كله يبقى وحيد، ولا زلت انا مستعد للي يقول الاثنين. تمام باشمهندس هيثم، شكرا لجست 40. ارجو ان يكون الامر واضح، فهموكم منتهى النجاح ليا. تمام كده اشكركم ونخش في دايرة جديدة. واياك باشمهندس هيثم، عايز نفسكم طويل معايا.
في عملية السكرين شيرنج، ونيجي بقى للفليب فلوب بتاع المهندس هيثم. واضح انه ما كانش واضح واحنا بنشرحه نظري. نفهم بقى موضوع الست ريست فليب فلوب، ونفهم يعني ايه بريوريتي. تعالوا معايا فوق، شايفين النتورك ديت اللي هي نتورك 10 اسمه اس ار فليب فلوب، نتورك 11 اسمه ار اس فليب فلوب. ايه الفرق؟ الاس ار الاس بتبقى فوق والار تحت، الار اس الار فوق والاس تحت. واحد يقول لي طب وفرقت معاك بايه؟ تعالى نشتغل مع بعض. لو انا مش مديله ست ولا مديله ريست بيبقى على اخر حاله له، حتى لو كان مطفي او شغال، ودي بنسميها حاله ميموري. مثال، انا حدد دلوقتي الست من اي 00 شغال لي Q10 وQ11. بإمكانك تتابع في الشاشة اليمين مطرح السهم، علامتين الصح معناها إن Q10 on وQ11 on. أنا شغلت الست من I00 وحشيل إيدي عنه، برغم إني شلت إيدي عن الزرار الا ان فضلت Q10 وQ11 on لانها حالة ميموري. طيب حدوث I01 وده بيعمل ريست، بيطفي الاوتبوت واشيل ايدي، يفضلوا مطفيين. تقول لي اه بسيطة، يبقى الاس بتعمل ست يعني بتعمل الخارج on، والار بتعمل ريست يعني بتخلي الخارج اوف او زيرو. تعالوا معايا، واحد يقول لي طب ايه الفرق؟ ما ليس ار هو الار ريس. الاخوة مهندسين الالكترونيكس لو قلت لهم ايه اخوانا الفرق ما بين ليس ار والار ريس، يقول لك لا مفيش فرق. مهندسين البي ال سي يقول لك لا في فرق كبير قوي. اللاست ستيت هي اللي بتشتغل في حالة 1-1. ايه 1-1؟ حالة ان عملت ست وعملت ريست، ينفذ ايه؟ البريوريتي لاخر امر. ففي الاس ار في الفلوب فلوب اخر امر ريست، فهو ده اللي شغله. في الار اس فليب فلوب اخر امر هو ليس، فشغل ليس يعني خرج ون. لو قلت لمهندس الالكترونيكس لو اديت الفليب فلوب 1-1 يدي ايه؟ يقول لك لا الليجل ستيت عمرك ما تكون عايز ست وريست. بتوع البي ال سي ما عرفوش يقولوا للبي ال سي يعني ايه ليجال ستيت، وعايز يفهم اخرج زيرو ولا اخرج ون. تغلبوا ومخترعوا البي ال سي على الموضوع ده بانهم عملوا لنا الامرين دول، الاس ار والار اس. ارجو ان كان الموضوع مفهوم هاخد من السكرين، هصطب الشيرنج بتاع السكرين واخد ردودكم. والمهندس هيثم يهمني لان هو اللي قال انا عايز اعرف الفليب فلوب. هل واضح؟ شكرا جست 31، الامر واضح بالنسبة لي. شوانس هيثم، هل الفلوب فلوب واضح؟ شكرا جست 69، واياكم يا اخي يصلح حال امة محمد اجمعين يا رب. ش
شكرا باشمهندس انصار، الموضوع كده واضح. جيست 40 بيسأل سؤال بيقول لي لو الريست ب 1 والست ب 1 الاوتبوت والبي 1 وانت بتستعمل ايه؟ على حسب يا جيست 40، لو انت مستعمل اس ار يبقى يخرج زيرو، لو انت مستعمل ار اس يبقى الاوتبوت 1. هل واضحه يا جيست 40؟ تمام. يعني مشكلتنا اخوانا 1 1، عارف يا اخوانا الموضوع ده تشبهوه بيه، لو بتقول واحد قوم وقف هيقف، لو بتقول اقعد هيقعد، لو قلت له اقف اقعد هنا المشكله. فحليناها ازاي؟ قلنا له والله لو قلنا لك اقف اقعد يبقى افضل على حالك واقعد، لو قلنا لك اقعد اقف يبقى اقف، يبقى ده نفذ اخر امر. واضحه؟ باشمهندس اسمع، يعني الموضوع واضح؟ اشكرك جست 75، ده كده يعني اهلا بيكم اول، طول ما كل كلامكم واحد. اما اتنينات فده ضعف فيا، واعيده مره واتنين وارجوكم لا تخجلوا من اتنين، بتسعدني لان دي فيا انا مش فيكم. شكرا، واخش على موضوع جديد لينج وهو التايمرز. هاخد التايمرات، في خمسة تايمر في الستيب 7 يا جماعة بتوع سيمنز، اقولهم كده في عجلة. البلس تايمر وبيرمزوا له بالرمز اس بي، وتقريبا كلهم فيهم اس، لان انا الصراحه ضعيف الماني، بس الظاهر كلمه تايمر بالالماني بتبتدي بحرف الاس. ف نمره 2 الاكستند بلس وهو اس اي، الاون ديلي وهو اس دي، الستورد اون ديلي اس اس، الاوف ديلي وهو اس اف، للاسف مش مكتوبه السيف. دول الخمس تايمرات بتوع سيمنز، عايزين نشرحهم ان شاء الله واحدة واحدة في الرسومات ديت، وارجو تفهموهم وحنشوفهم ان شاء الله عملي. بص معايا تحت خالص في الشاشة اشارة الانيبل، انا واخد مظبط التايمرات كلها على 3 ثواني. ماشي يا جماعة، وديت هنا في الانيبل 5 ثواني في البلصاية الاولانية، وبعدين اديت ثانية اون ثانية اوف ثانية اون. يمكن الارقام واضحه فوق خالص مطرح ما بشاور كده. تعالوا معايا في البلس تايمر ونفهم دوت، ان البلس تايمر انا عايز اخد بلصاية 3 ثواني. لو شغلت بلس تايمر 3 ثواني بيقن مع البوزيتيف ايدج بتاعت الانيبل، بيحصل له اون، وطول ما الانيبل شغاله بياخد 3 ثواني وبيخرج. ماشي يا جماعه؟ طيب لو في حاله ثانيه اون وثانيه اوف بيطفي معاها وما بيكملش ال3 ثواني. فالبلس تايمر لو انا مظبطه على 3 ثواني لازم تبقى مديله اشارة اكبر من 3 عشان يديك 3، لو اديته اقل من 3 بيدي الاقل. اللي فاهم البلصة تايمر يديني 1. تمام جست 69، ايه مشكلتك باشمهندس محمود؟ ليه 2؟ البلصة تايمر لو انا مظبطه على 3 ثواني
والانيبل كانت 5 هيخرج لك 3 بس ويطفي. لو انت مديله بلصات في الانيبل ثانية بس هيخرج ثانية. الاكستندد بلس ايه بقى اكستندد؟ ايه الفرق بينه وبين البلس العادي؟ لو الاشارة فوق 3 ثواني وانا مظبطه على 3 بيخرج 3 زيه زي البلس. الله، امال مشكلته ايه؟ لو الاشارة اقل من 3 بيحلف لازم يكمل 3. يجي يكمل 3 يلاقي بوست بيج تانية جايله فيعد من اخر بوست بيج 3. ايه الفرق؟ البلس والاكستندد بلس ولاد عم. يبقى الاعراب اللي ما بينهم كولاد عم، طول ما السيجنالز اكتر من المتظبط، يعني انا مظبطه على 3، طول ما انا مديله 5 هم ولاد عم واخوات وزي بعض. لو اديتهم اقل ما بيبقوش اخوات. ليه؟ لان البلس بيخرج اقل، الاكستندد ممكن يخرج اكتر من ما انت عايز، زي ما شفتم هنا في الاكستندد خرج لي 5 سكند وانا طالب 3. الاشارة دي 2 ودي 3 ودول 2 5 سكند. ارجو التركيز من الباشمهندس سيكا وهوطة، ارجو التواصل معايا يا اخوانا وعدم الشوشرة بالشات على اخوة زملاء. جست 59 مش فاهم مين باشمهندس راشا، مش فاهمه مين، البلس ولا الاكستندد، ادوني 1 ولا 2. الاخير للباشمهندس راشا، الاكستندد تعالي معايا مطرح السهم، شايف السهم ده باشمهندسة؟ شايف السهم اللي بلزق مطرح ما بشاور؟ هو دي الفرق ما بينه وبين البلس، ان لو السيجنال بتاعتك اقل من 3 بيحاول يخرج 3، بيلاقي طفى ملوش دعوة بيكمل اون، بيلاقي بوست بيج مرة تانية بيعد 3 بداية من البوست بيج. ادي الفرق ما بينه وبين البلس العادي. اللي مش فاهم يديني 2. شكرا للباشمهندس هيثم جدا، شكرا للباشمهندس راشا. الاون ديلي تايمر، اون ديلي يعني يعني بيتاخر من الاون 3 ثواني، مفهومه؟ من الاون بيبتدي يعمل ديلي اللي انا مظبطه عليه، انا مظبط جميع تايمراتي على 3 ثواني. ادي لحظة الاون مطرح السهم كده، فضل مطفي 3 ثواني واشتغل الثانيتين اللي فاضلين من 5. لكن هنا شاف بوست بيج، ولكن بوست بيج لمدة ثانية، هو حب يتأخر الـ3 ولكن طفى، فضل مطفي. حتى دي كمان بدأ يعد من هنا ولكن فضل مطفي لأن ما فضلتش الإشارة أون لمدة 3 ثواني. اللي فاهم الأون دي ليه؟ من الأون بيتأخر 3 ثواني عشان يون. شكرا باشمهندس راشا للتفاعل الظريف معاك، شكرا باشمهندس محمود. أنا عايز الإخوة بقى الاتنينات، في حد 2؟
في حد مش فاهم، في حد ضايع منه حاجة؟ لا. طيب انا نسيت اقول لكم ان في الستور دو اوندلي اللي حاخده يبقى ابن عم الاوندلي. ايه مشكلة البشمان جون؟ ايه مشكلتك؟ تقدر تكتب لي المشكلة؟ طب ركز معايا يا بشمان جون، يمكن تتضح العملية من الستور دو اوندلي. الستور دو اوندلي يا جماعة هيبقى بينا وبين بعض كده، هو كأنه اوندلي مع فليب فلوب. نفهمه ازاي بقى؟ وحتى بي واضحة من كلمة ستورد، بيلاتش، بيفضل محافظ على الحالة. ازاي بيشتغل؟ زيه زي الاوندلي، بيتأخر ثلاثة ويطلع الاتنين سكندون، بس للاسف ما بيحصلش له اوف زي الاوندلي زي ابن عمه. امال بيفضل عامل لاتش لغاية امتى؟ لغاية ما نعمل له زرار ريست خارجي. رخر الستور دو اوندلي لو ما تعملوش ريست يفضل اوني لغاية يوم الدين. الاوندلي والستور دو اوندلي انه بيتأخر من لحظة اللون، الديلي بتاعه 3 سكند ويطلع اون ويفضل اون لغاية ما تجيله اشارة اوف لو هو اوندلي، لو هو ستور دو اوندلي لغاية ما تجيله ريست خارجي. الريست ده زرار خارجي يا باشمهندس بندوسه وقت ما نحب الريست، وهوريك الموضوع ده عملي على السيميوليتور. خليك انها اشارة خارجية، ارضى بيها دلوقتي واشوفها على السيميوليتور اول ما اعمل سكرين شيرنج. كله فاهم لغاية كده؟ طيب الاوف ديلي، الاوف ديلي مين الاوف بيبتدي يعمل ديلي تايم؟ يعني هو بيطلع الخمس ثواني، تلاحظوا اهي بتاعت الانيبل، ومن لحظة الاوف دي بيبتدي عد التلات ثواني، يبقى اشتغل 8 ثواني. على فكرة اظرف استخدام في دوت سلم اللي بيبقى محطوط مكانة السلم، التايمر اللي بنستخدمه في طلوع سلم العمارة، بندوس عليه ويفضل اون، ومن شيلة ايدي من رفع ايدي عن المفتاح يبتدي يحسب التايم بتاعي لغاية ما اوصل شقتي. واضحة يا اخوانا؟ اللي فهم الخمس تايمرات يديني واحد، اللي ما فهمش يديني اتنين. شكرا للاخوة، هطلع سكرين شيرينج وركز معايا. جيست 94 انا فاكرك هتشوف الخمس تايمرات عمليا وهم شغالين، واللي مش فاهم يصبر عليا لغاية ما ارجع من السكرين شيرنج لان ما ببقاش شايف. انا عايز كله يبص معايا الانبوت دوت مكان السهم، والتايمرات الخمسة من تي زيرو لتي اربعة. تلاحظ معايا طريق كتابة التايمر بيبقى له عنوان تي زيرو، التايم بتاعه بيبقى مكتوب تحت هنا. هخرج من الاونلاين، شوفوها الاول كده، بيبقى مكتوب اس 5 تي هاش 3 سكند، يعني جميع التايمرات متظبطة على 3 ثواني. ده علامة البلس تايمر، ده البلس اكستندد، ده الاون ديلي تايمر، ده الاون ديلي تايمر ستور، يعني بيلاتش
وعشان السترد الوحيد اللي بستعمله ريسيت، والريسيت من I01. كويس ان هعدلها وهعمل داونلود ليها على البروجرام. ارجو ساعة صدركم معايا عقبال ما نفهم ديت. هعمل اونلاين مع البي ال سي وابتدي ادوس I00. واضح البلصة دي؟ انا فضلت تايم طويل الاتنين يشتغلوا، كله يبص لتايم زيرو وتايم وان بس، ما تبصش لاتنين وتلاتة واربعة. بص لي على تي زيرو وتي وان مرة تانية. انا اديت وقت طويل اشتغلوا مع بعض وطفوا مع بعض بعد 3 ثواني. هبتدي ادي بلصات صغيرة. مين اللي بيفضل شغال يا جماعة؟ واضح؟ البلس بيطفي ولكن الاكستندد بيفضل شغال وبيعد 3 من اخر دوسة. شايفين الفرق؟ يبقى لو انا فضلت دايس يطفوا مع بعض، لو انا اديت بلسات اون اوف اون اوف البلس يطفي معايا، الاكستندد يفضل مكمل ومنيته يخلص 3 ثواني. بعملها تاني اهو، بعمل اون اوف وتلاقيه بيبتدي عد من جديد، واللي مش ملاحظها هنا يلاحظها لي هنا هو في التايمرات وهي شغالة. الارقام اللي في اليمين ديت وقت التايمر وهو بيعد تنازلي. شايفين؟ انا بكده شرحت التي زيرو والتي وان اللي هو اول اتنين ولاد عم البلس والبلس اكستندد. هاخد الاتنين التانيين اللي هما تي اتنين وتي تلاتة، الون ديلي والون ديلي ستور. دول ولاد عم لان بدايتهم واحدة، ولكن بيفرق الستورد انه لما بيشتغل ما بيطفيش الا بريست خارج. نشوفها اهو بدأ يعد لون ديلي ويشتغل تي اتنين وتي تلاتة اشتغلوا مع بعض. اشيل ايدي طفى تي اتنين، ما طفاش تي تلاتة لانه الستورد بيلتش حاله، بيفضل عامل لاتشن بيحافظ على اللون لغاية ما اعمل له ريست خارجي. يا باشمهندس جست 94 انا فاكرك، ادي ما يطفيش الا لما ادوس على I01 يطفي. اعملها مرة تانية، عمل اون وديلي اشتغلوا مع بعض. شلت ايدي الاون ديلي العاد طفى، الستورد وان ديلي ما بيطفيش الا بريست خارجي ببقى مجهزه باصرار. اخر واحد تي اربعة الاوف ديلي تايمر، والاوف ديلي اللي هو مكنة السلم بنسميها كده. نشوفها لما شغل تي اربعة بيفضل شغال معايا، عينك هنا على تي اربعة بس، طول ما انا دايس اون هو اون. اشيل ايدي ما بيطفي متأخر، اوف ديلي بيطفي متأخر 3 ثواني. في الاون يفضل اون، انا بتكلم على تي اربعة. عينك برضو في الشاشة اليمين على تي اربعة مكان السهم، بص معايا لما اشيل ايدي واطفي بدأ يعد تي اربعة تنازلي 3 ثواني ويطفي. هخرج من السكرين شيرنج واتلقى ايه مشاكلكم. شمهندسة ماريان اهلا بيك، بتقول تمام. شمهندسة رشا تمام.
طب انا عايز الاتنينات، فيش اتنينات يبقى انا ناجح اوي كده. ما انا لو ناجح اول مرة هسيب حاجة للتفكير كاكسرسايز. نتلاقى الاكسرسايز مع بعضنا. ثلاث سيور اي بي سي، ركز معايا ويا ريت ورقة وقلم. ثلاث سيور اي بي سي عايز اشغلهم. هشغل سي الاول وبعد اتنين سكن هشغل بي، وبعد اتنين سكن هشغل ايهم. انا كتبتها لكم اهوت، هشغل سي وبعد اتنين سكن هشغل بي، وبعد اتنين سكن هشغل ايهم. ده الستارت او الاون ستيت بتاع التلات سيور او التلاتة اوتبوت. التلاتة اوتبوت ايه هما؟ بدل ما اقول سي وبي وايه هتسميهم بالكيوهات بقى مع بعض، كيو 02 بعد 2 سكند هيشتغل كيو 01، بعد 2 سكند هيشتغل كيو 00. ده شغلنا كبير للسي. ده الاون ستيت اخر سطر دوت من فضلكم وهو اللي كتب. طب لما نطفي الاوف ستيت عايز اخر واحد يشتغل واول واحد يطفي، لان تخيل التلات سيور بيدوا بعض، فلو بيدوا بعض انتاج زي ما بدأ اعكس النهاية عشان اوقف الانتاج. فعايز اول واحد يطفي كيو 00، بعد 2 سكند كيو 01، بعد 2 سكند كيو 02. يبقى في حالة اللون كيو 02 بعديها كيو 01 باتنين ثانية، بعديها كيو 00 لاك 2 ثانية. والله كمهندس ميكانيكا يفيدك جدا جدا انك تعرف كنترولنا على الاقل. هتقدر توصف لمهندس الكهرباء انت عايز ايه، مش شرط تخش كبروجرامنج قد ما تبقى فاهم انت عايز وانت بتكلم مهندس الكهرباء ايه. يكفيك كمهندس ميكانيكا انك تقول لمهندس الكهرباء حط لي اون ديلي تايمر، حط لي اوف ديلي تايمر. هل ده كده يفيد ام لا يفيد؟ بدل ما تبقاش عارف حتى ايه الفرق ما بين كلمة اون ديلي واوف ديلي. انا ده رأيي للإخوة المهندسين، إن يعني رسولنا الكريم قال من عرف لغة قوم أمن مكرهم، فليه ما تأمنش مكر مهندسين الكهرباء؟ هل إجابة شبه لمهندسين الميكانيكا؟ على فكرة أنا كهرباء. أرجو إن موضوع التايمرات يكون واضح. أتمنى الناس تفكر فيها. اللي عايز يلعب في اكزامبل زي احلى واحلى، يا ريتكو عايزين نعمل اشارة المرور. تقول لي اشارة المرور ازاي؟ عايزين نعمل اشارة اوتوماتيك، مش عايزين نوقف اخواننا الشرطة، عايزينها تبقى اوتوماتيك. بمعنى عايزها احمر اصفر اخضر، بعديها احمر اصفر
اخضر، انا عارف ان دي مش اشارة مرور، بس خدها ان بعمل حاجة سايكل. واضحة؟ احمر اصفر اخضر احمر اصفر اخضر. التانية بقى الاشد عايزها احمر اصفر اخضر اصفر احمر اصفر اخضر، طالع نازل كأنها اسانسير. وده ألف ب لبرامج الاسانسيرات، نعلمكم ازاي تعمل اشارة المرور طالع نازل. معنا تلاتة اكزامبل جامدين، اللي هو بتاع السيور اللي لازال قدامكم على الشاشة فوق، وبتاع اشارات المرور. اتمنى اللي عنده اي سؤال يسألهم. شكرا لست 31، متشكر جدا باشمهندس هراشة مهندسة ماريان، اشكر الاخوة الحضور كلهم، باشمهندس كمال اشكركم جزيلا. بكده انتهت محاضرتي اليوم، ارجو ما اكونش تقيل عليكم. انا مرتبط جدا بعملية ان بدي الكم اللي انا عايزه، مش عايز اثقل عليكم. ان شاء الله معدنا يوم الخميس الساعة 7:30 في الاكزامبلز بتاعت اشارات المرور والتلات سيور. استودعكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.